كديري لاباس عليكم بخير صحيحه لكم وكلشي هو هذاك. المهم بنات راني جايبه من تيلال الطبيبه الدكتوره صفاء الزنون، انا ما قلتش اللي قلت لكم انتما دابا طالعه في الدروس. هانتم هاي كلان هاني ديري باي باي تاتا كي صباح النور صباح الورد والياسمين، كي صبحتوا بخير صحيحه الامور، نتمنى يا ربي تكونوا صبحتوا وربحتوا. مهم غزالاتي لقيتونا يلاه نهار انا معكم عارفه كنكون بكري يعني كنوض رضعات، ودابا غادي نعطيها السريلاك ديالها تاكلو. كان كانوا هاد المره البنات جبت لها السريلاك، جبت مره اول مره كان غادي نجربو لها حيت هو كيقول لك كلوش 8 موا بليس فوق 8 شهور، ريحتو زوينه الصراحه ولكن ما عرفتش انا بنتي اش تبان ديالو ما تبانش. هو التمر راكم عارفين التمر مفيد بزاف، التمر بزاف ديال الحوايج. المهم انا نوجد لها وحميد راه كيوجد الفطور، ايوا لا عرفتو انا علاش مرات كيدير الفطور حميد. حميد تكطب مطيش عاد كندير الكفته والله الا تكطب عرفتي علاش غادي طيب لك الكفته تحرق. حميد كيطيب مطيشه بالكفته ها نشوفو انا نوريكم شنو كيدير حميد. شفت فهاد الكفته قلت له لا ها هي ها مطيشه هي فين كطيب بالثومه والقزبر ولا معدنوس ولا ما عرفت شنو هذا كيبان لي وقيلا المعدنوس هذا معدنوس تأكد. المهم وها هو سالي لك البنتي سالي لك نمشي نوكلها تشوفوا ها هي هادي دابا الفطور البنات غنفطرو بيها بعدا غنفطرو باش غتفطر هاي كتسول اش اش اجا بنتي ما كتبغيش تجي عندي كتحماق على باها ما كتبغيش تجي عندي اجا بنتي اجا مامي اش اش الله يرضي عليك ويلي ويلي كترجع كتجري كدير بحال داك القطيب طاتني كيبغاو يطل مي معاك ايوا قيلا غير كتشوف انت طويل ونقصي وراه كيجيب لها الله راني جالسه. المهم حميد دار هادشي للطور وانا غادي ندير وغندير اتاي انتوما معايا. المهم غزالات ديالي البارح ما كملت لكمش لا فيديو. المهم هادو هما الدويات اللي خرجت لي الدكتوره على حساب بنتي. غنقول لكم دعواتكم دعوا معاها الله يعطيكم السر، دعوا معايا ومعاها انا بنتي ولات كتجر لي كلشي، دعوا معايا ومعاها انها تبرى بهاد الدواء حيت بصح ما بغيتهاش ما بغيتش كي كنقولوا دوز فيها المقص. جاتني صعيبه ما نكذبش عليكم، يا ربي دعوا معاها الله يعطيكم السر، حسبوا بنتي بنتكم واصلا راها بنتكم حيت لا بيريود ديال الوحام لا بيريود ديال الحباله كامله راه دوزتوها نتوما معايا، الوغ راه ماشي غير بنتي انا راه بنتكم حتى نتوما، دعيو معاها. المهم عطات لي البنات هاد لونتيبيوتيك هذا باش تحط لهاد البلاصه هادي حيت المشكل اللي لقات بدا نطمئنكم انه هاديك اللي هنايا انا ما نكذبش عليكم حيت بانت لي بيضه القطع هكا بيضه خات لي يكون البهك يعني البرص تخلعت وبديت كنقلب وديك الشيء فالحمد لله هذيك توحيمه بيضاء عندها، يمكن توحمت على اللبان ولا توحمت على الجبان ولا انا ما عقلتش بالضبط على شنو كنت توحمت. وانا اللبن ديك الوقيته ما كانش خصني نشربو حيت كيقول لك يكونوا فيه البكتيريا وديك الشيء وما صالحش للمراه الحامله ما كتشربته يمكن وانا كنبغي اللبن. الحاجه اللي عندها هنايا البنات هذاك راه غير حساسيه يعني حساسيه كتجي هنا كتجي هنا كتجي هنا ما كاينش مشكل يعني عاديه كتكون عند الدراري الصغار، ولكن الحاجه اللي خايبه هي هاد الفاكسه اللي ضربات هنايا. داكشي علاش ما نستهزئوش بالامر كامهات ما نقولوش راه غادي تبرى واحد العام ولا عامين فعلا عام عامين غتبرى، ولكن دابا بحال مثلا الينا شنو وقع الينا ضربوا لها الفاكسان داك الفاكسان بحال اللي ما مشات لهاش في كلشي ما مشات لهاش يعني في الجسم كله بقات غير هنايا وبقى داك الفاكسان هذاك بقى كيلعب دار بكتيريا ولا عنده ميكروب تكون ميكروب ولا ولات كتكبر اللحمه فوق اللحمه اللحمه فوق اللحمه وفي الراس كيدير لقيح تحاشاكم في الراس كيدير لقيح. انا غادي نوريكم في لا فيديو من بعد غادي نوريكم كيفاش دايره يعني في الراس كيدير لقيح وقالت لي الدكتوره يعني طمأنتني ماشي لا قالت لي يعني راه بخير الحمد لله. قلت لها دكتوره واش ماشي يعني ماشي غراف وديك الشيء قالت لي شوفي الحد ديال انا ماشي غراف ولكن انا ما خصنيش تكبر يعني الا كبرات راه غتولي مشكل داكشي علاش انا راني ما كذبش عليكم كل شويه كنقلبها لها كنقول لها داكشي ماشي تكبر.
عطاتني هذا الانتيبيوتيك هذا هو كتحط هذا لوكال يعني كريم كتحط فوق فوق داكشي اللي عندها مريض وقالت لي الطبيبه انه لا قدر الله دكتوره بعدا صافا زنون احسن دكتوره بالنسبه ليا في طب الجلد الصراحه يعني متمكنه بزاف وفاهمه بزاف والحاجه اللي كتعجبني اكثر هو انها كتعطيك الخاطر وكتبقى تشرح لك بلا ديطاي يعني انا ما نكذبش عليكم انا خفت على بنتي بزاف حيت قالت لي خصني نحيدها الو غتحيدها يعني راه عمليه راه ماشي يعني غتحيدها تضربها بالمقاس داك تفتحها الغراز كلشي فما نكذبش عليكم انا ما بغيتش ندير لها العمليه ما بغيتهاش ما بغيتش نحيدها لها يعني بالعمليه يا ربي البنات عافاكم دعيو معاها دعيو مع بنتي تبرى لها غير هكا حيت والله العظيم قسما بالله انه انا منين قالتها لي هكاك يعني انا جربت غمراسي منين حيدت هذه راه الغراز والفتيح وداكشي كنت كنقدرش نقيس فيها كضرني بزاف ديال الحوايج فما هي صغيوره يعني هي صغيوره ما غاديش تعرف غتقيس تقلب تنعس على يديداتها تفرعها ما بغيتش لا لا لا, لا بنتي يا ربي يا ربي البنات دعيو معايا عفاكم دعيو معاها ودعيو معايا انه تشافى حيت راه قلت لكم راه الينا راه بنتكم يعني راكم عشتوا معايا كاع هذاك الاجواء النهار بزاف ان شاء الله ما بقى والو غتشوفوها باذن الله صافي هذا هو الوقت ديال انها خاصها تبان ان شاء الله ما بقى والو غادي تشوفوها وغنبقى ندير لكم فيديوهات انا وياها وغنبقاو نديرو يعني نبقاو ندير لكم روتينات انا وياها وكلشي فدعيو معايا عفاكم دعيو مع الينا دعيو 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 مع بنتي بزاف 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 حيت انا وحق الله العظيم محتاجه للدعوات ديالكم ما نكذبش عليكم ما نقدرش نشوف بنتي مبنجه لها هذيك البلاصه دابا شوفوا راه ما تخليهاش تقيس فيها حيت انا كنعرف بنتي ما شاء الله عليها حركيه وما كتبغيش شي حد يقيس فيها وكتبقى تغوت وتبقى تبكي لا 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 اخ 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 نو لا اخ 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 شد البالون كديرو فمها هذا العشاء الرومانسي ديال الكراتان يعني ما نكذبش عليكم خفت عليها بزاف دعيو معاها عفاكم ان شاء الله الدواء غير بهذا الدواء تمشي داك الحباير بهذا الدواء حيت ملي كنقيس فيها كنلقى انها تربات من داخل اللحم وحده اخرى يعني جات كي قالت لي الطبيبه قالت لي راه تربات لي اللحم فوق اللحم اللحم فوق اللحم يعني دارت طبقات ديال اللحومه بحال مثلا المراه ملي كتولد بسيزاريان راه كدير طبقات داك البلاصه اللي الفتحه كدير طبقات ديال اللحم بحال هكاك هي دارت لها فانا ما نكذبش عليكم خايفه عليها بزاف وان شاء الله يا ربي ما يكون والو ما تكونش العمليه دعيو معاها الله يعطيكم السر وهذا ما كان البنات راه ملي كتقيسكم شي حاجه في وليداتكم راه صعيب واحد يحسس صعيب واه ماما واه واه الزعيره واه مالك وكتبقى فيها مسكنه وتقدر حبيبه ديال بدا حبدك بنتي ايوا هذا ما كان البنات باش نطمئنكم تانتوما وعافاكم بنات اللي ضربات الفاكس على بنتها ولقاتها ما بارات تمشي داك لا سيمين الاولى اللي ما بارات لهاش البلاصه باش دغيا دغيا ما تخليش انا دابا راه 3 شهور هادي وانا كيقولوا لي الناس راه عادي راه كتمشي راه عادي غتبقى تكبر وهادي حتى غادي دير واحد البلاصه بحال انا راه عندي هنايا كتبقى الطابع كنتطبعوا فهمتوا يعني بحال الطابع كيبقى عندنا ما عرفت فين هو داك الطابع ما عقلناتها فين هو يعني كتطبع لك البلاصه فانا ما كنقول يمكن غير من الفاكسا هي غتمشي هي غتمشي وما كذبش عليكم يعني انا استهزأت بالامر كنقول يعني غاد الفاكسا حيت قوه الناس ما كيقولوا لي عادي ما تخافيش انا اللي خلاني نمشي عند طبيبه الجلد اكثر هو داك الطبيعه هنايا اللي لقيتها بيضاء يعني بحال شامبينيون بحال بهاك بحال تخلعتني شتها قلت اويلي الله يستر ويلي ويلي وانا نديها كنجري صافي هي هذيك الحاجه اللي درت ولاني منين مشيت كنلقى الحمد لله غات فحيمه بيضاء وقالت لي كاينه فحيمه بيضاء وفحيمه زرقاء وفحيمه قلت لها عمرني عرفتها هذا وهي لي الشعر ديالها وبني تيمور وديناتها وانا خلعتني حتى شي بخوشه داخله على ودنيها المهم انا درت لكم هذا فاس كام الامهات اللي يعني عندهم وليداتهم ماشي ساهل عليك ان بنتك تدخل يعني للسبيطار وتفتح ودير عمليه
ودابا بحال مثلا انا الينا كتقول لي الطبيبه 15 جو غادي نرد لها، غتقول لي واش غادي نحيدوها، واش غادي ندوها، واش غيكون خدام، واش ما خدمش، واش زادت كبرات، واش باقا هي هذيك، واش برات، واش لا. يعني من دابا 15 جو غنردها للطبيبه. الوغ الا رديتها لها ولقيت داك الشيء اللي غادي خصو يدار هو الفتيح، راه ما نكذبش عليكم انا راه غادي نطيح، غادي نطيح بلاصتي حيت انا ما كنقدرش، راه غنبرى كنمشي نضربها وكنقول ماما يلا ماما معايا انتيا، ما نقدرش نشوفها شديها انت. يعني داك لا بيريود الاخر ولا بيريود الاولى اللي كنا داك الساعه انا وباها باقيين كتمشي معايا باها كنقول له شديها نتايا، انا راه ما نشدهاش شنو مول العوينات صراحه. يعني كنخاف كنخاف، يعني ما نكذبش عليكم خايفه عليها بزاف. هذا ما كان البنات، الله ولي فراسكم ان شاء الله، انا نوريكم بعدا اللي بقى. انتما البنات ها هي جلسه بنتي ها هي، شوفوا كيفاش دايره، فهمتوا كيفاش دابا الموضوع كيفاش داير، يعني كبيره. انتما البنات يعني كيفاش دايره العام، الله يستر كيفاش دايره البلاصه اللي فيها داك الحبوبه، ودعواتكم معايا كنتمنى تدعوا ماما حبيبه، كنتمنى انكم تدعوا معاها ماما. كتقولي ماما كتجيني البكيه ماما والله الا جات البكيه انا نزكى بنتي. كي قلت لكم يعني كنتمنى انكم تدعوا معاها من قلبكم حيت راها بنتكم. هذا هو اللي درت لكم هذا الفيديو، يا ربي تبرى، راه غير اليبرا كنقول لكم راه ما كنقدرش نشوفها كتضربها، ما حرك عاد ضرب دير تفتح تحيد الحمى من يديها، راه ما نقدرش نشوفها وما نقدرش نستحملها وما نقدرش نتفكرها، ما نكذبش عليكم ما كنبغيش نديرها في راسي. كيقول لك 40 دعوه مستجابه، محتاجاكم تدعوا معايا.